بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! نبدا معاكم جولتنا الرياضيه من اخبار النادي الاهلي، واللي خض فريق الاهلي بقياده الجنوب افريقي بيتسومي سليماني المران الرئيسي على ملعب 5 يوليو في الجزائر، ده قبل مواجهه وفاق سطيف. ونشرت الصفحه الرسميه للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفيديو للتدريب، وحذر موسيماني المدير الفني للاهلي اللعيبه من التدخلات القويه على ملعب التدريب الحالي اللي خاض عليه الفريق تدريبه الاول استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري النهارده. اللعيبه الرماة المصريين اللي فازوا بثمان ميداليات متنوعه في مسابقه الجائزه الكبرى ضمن منافسات بطوله افريقيا الثامنه للرمايه على الاطباق المروحيه المفتوحه اللي بتستضيفها مصر على ملاعب نادي الصيد في 6 اكتوبر، دي كانت بمشاركه 250 رام وراميه من 9 دول حول العالم. فريق البنك الأهلي تم تتويجه بلقب كأس مصر لكرة الصالات، ده بعد الفوز على الإسماعيلي 5-2 في المباراة اللي اتلعبت في الصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة. اتأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا على الرغم من تعادله مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-1، ده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي. وبكده هينتظر الوداد اللي هيتأهل من مباراة الأهلي وفاق سطيف الجزائري النهاردة. يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي اتكلم عن المواجهه اللي هتجمعه بفريق تشيلسي في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي النهارده على ملعب ويمبلي، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه: لا استطيع التفكير بريال مدريد في الوقت الحالي، لا اعتقد ان اي حد من لاعبي فريق قد حقق هذه البطوله من قبل، ربما ميلر فقط، بقية اللاعبين ستكون هذه مرتهم الأولى، اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكي نصل إلى هذا النهائي وهو نهائي مهم للغاية بالنسبة لنا. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لباسانتو أحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.